السلام عليكم، مرحبا بكم البنات في فيديو جديد عندي في القناه. عندي ما نقول لك في الصنعه. الوغ هذا الفيديو هذا بس باش نوريكم الجلابه العيد. ها هي كملات كيف ما كتشوفوا. الوغ هذا بالنسبه للكمينات هما الوغ نص ثوق الثوب الملاقيه هي الاولى. الوغ الملاقيه ها هي كيف ما كتشوفوا ديال الزيكزاك. الوغ بالنسبه لنص الثوق كيف ما شفنا عباره على الكوزه اللي مخدومه بغرزة الاكس مع العنكبوت في الوسط. الوغ في نيتها بنفس الغرزه ديال الاكس في الجناب، وزينتها بهاد الحجيرات هادو ديال الشميشه. الوغ بالنسبه للكول كيف ما كتشوفوا هي لا فينيسيون ديالو كيفاش كتجي. المونتاج ديالو كيفاش كيجي على هذا الشكل، كتجي كيجي مفيني مزيان كيف ما كتشوفوا. الدريس حتى هو نفس الدرس فينيسو بالغرزه ديال الاكس على طول القب. الوغ الفيديوهات ديال هذه الخدمه غتلقاوهم كلهم في صندوق الوصف، ونتمنى من الله انها تعجبكم. نعاود نوريكم صور كيفاش كتجي. الصراحة كتجي زوينة بزاف 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 بزاف. لا فينيسيون ديال الكول حتى هي على هاد الشكل. اللي بغاتها تخلي ليا تعليق نشرح ليكم في فيديو كيفاش تكنفينيوها على هاد الشكل. الوغ القب حتى هو كيفما كتشوفو الوغ على طولو. الوغ بالنسبة للكميمات كما كتشوفوا على هذا الشكل. اما بالنسبه للفتحه، الفتحه ما اجتهدتش فيها بزاف، فقط درت حشو دوبلتو على جوج ديال المرات باش كيعطيني هاد لا فينيسيون هادي على هذا الشكل. الو نتمنى من الله ان الفيديو يعجبكم. الخدمه ديالو راها بالتفصيل الممل، غادي تلقاو الفيديوهات في صندوق الوصف. وفرجه ممتعه، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله. والله البنات تستحق، الصراحة كتستحق أنكم تطبقوها. جات زوينة وفرجة ممتعة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.